ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة في القبر بعد قبرها بمدة، فهل يجوز الإنسان أن يصلي على قريبه إذا جاء إلى قبره خلال 10 أيام من موته أو أقل أو أكثر؟ السنة الصلاة على القبر، إذا كان ما صلى على الإنسان ما صلى على الميت يسحب له يصلي على قبره، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر له أن امرأة كانت تقوم المسجد، كانت تكنس المسجد، كانت امرأة سوداء تكنس المسجد، فماتت ليلا فغسلها المسلمون وصلوا عليها ودفنوها في الليل، ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكرهوا أن يوقظوه، فلما أصبح وأخبروه قال أفلا كنتم آذنتموني، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام، وقال لا يمتن أحد من بنا ضيف إلا أخبرتموني، فإن الله جعله صلاتي عليهم خيرا لهم وقال نورا لهم عليه الصلاة والسلام. هذه السنة إذا كانت فاتت الصلاة على الميت يستحب الإنسان إذا تيسر له أن يذهب ويصلي على القبر، فلا هذا سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرات عليه الصلاة والسلام، وفعله على أم سعد وقد مضى لها شهر، فذكر العلماء أن إذا كان شهر وما حوله فأقل لا بأس، فإذا طاف المدة فلا حاجة إلى ذلك، لأن الرسول لم يفعل ذلك بعد طول المدة عليه الصلاة والسلام، إنما فعل له حدود شهر فأقل، أما إذا طاف المدة عن الميت فلا يفعل الصلاة عليه بعد لمن غاب عنه. نعم. لك بالنسبة للمسجد، أي مسجد؟ مسجد الرسول ولا غيره؟ نعم. المسجد كان تطمه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هو رجل أو امرأة؟ جاء في رواية أن خادم، جاء في رواية أن خادم امرأة سوداء، وجاء ولا مانع يكون خادم وخادمة جدا. نعم. وهذا يدل على فضل قم المساجد، تنظيف المساجد، وأن قمها وتنظيفها من السنة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تبنى المساجد في الدور يعني في القبائل، وأن تنظف وأن تطيب، وقال عليه الصلاة والسلام ورد عليها أجور أمتي حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد عليه الصلاة والسلام، يعني ورد عليها أجور حتى القذاء مثل قطعة عود أو خلقة صغيرة يأخذها الرجل ويزيلها على المسجد، هذا من الأجور. الله أكبر. نعم.